كنت أتصفح اليوم أخبار السودان، وجدت وجعا جديدا يضاف إلى الأوجاع التي يعانيها هذا الشعب. 40 قتيلا جراء قصف جوي استهدف فسوق في المنطقة الجنوبية من الخرطوم، وأيضا الحديث عن جولات البرهان الخارجية وهجوم البرهان على الإيجاد والاتحاد الإفريقي. ما قصة هذا الخبر؟ في المتابعة الميدانية لما يجري في العاصمة المثلثة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء غارات جوية نفذها الجيش السوداني على أحياء في جنوب الخرطوم ل40 شخص. أيضا القصف أدى إلى وجود مجموعة من الإصابات. هذه الإصابات وهؤلاء الذين قتلوا في غارة جوية شنها الجيش على سوق بجنوب الخرطوم في أكبر عدد من القتلى وفي واقعة من الوقائع ربما النادرة منذ بدء الصراع أن يكون هذا العدد الكبير من القتلى في ضربة جوية واحدة، لكن الجيش السوداني نفى ذلك، وكان هناك بيان للجيش يتحدث عن ذات المسألة. ما تسمى بلجنة المقاومة المحلية أكدت ارتفاع عدد ضحايا مجزرة سوق غورو بمنطقة مايو، وتوقعات بازدياد عدد القتلى الذين استقبلهم مستشفى بشائر. للعلم فقط، لجان المقاومة هي مجموعات شعبية كانت تنظم الاحتجاجات عشان تطالب بحكم مدني بعد الانقلاب اللي أطاح بنظام عمر البشير عام 2019، وتنشط هذه اللجان منذ بداية الحرب في تقديم الدعم للسكان. مستشفى بشائر مباشرة أطلق نداء عاجلا للكوادر الطبية عشان يحضروا للمستشفى مع تزايد أعداد المصابين الواصلين إليه. أيضا في إطار المتابعة للتطورات الجديدة، كان هناك تساؤلات عن حقيقة الوضع الميداني ومن يسيطر على ماذا في السودان، العاصمة الخرطوم تحديدا. تتركز المعارك في الخرطوم ومحيطها، إقليم دارفور في غرب البلاد كما تابعنا خلال 5 أشهر وزيادة، مع تواصل النزاع بين من؟ الحليفين السابقين البرهان ودقلو من دون أفق للحل. منذ بداية الاشتباكات لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر. تسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. شهود عيان في الآونة الأخيرة على الأقل أفادوا أن القصف الجوي ازدادت حدته، ومعه تزداد حصيلة الضحايا من المدنيين مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة. هذا الشق الميداني المتعلق بمن يسيطر على العاصمة المثلثة. أما عن تصريحات البرهان والتي قرأتها بتمعن بخصوص دور الاتحاد الإفريقي في الأزمة، قائد الجيش وجه خلال الكلمة التي ألقاها في الدمازين بولاية النيل الأزرق انتقادات لإيجاد والاتحاد الإفريقي، وذلك في ظل توتر بين السلطات في الخرطوم والاتحاد الإفريقي في أعقاب لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد مع يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع. لماذا هذا الجدل واللغط الكبير في دور الإيجاد أو الاتحاد الإفريقي؟ البرهان قال إنه بعض منظماتنا الإقليمية لم تتمكن من النظر للأزمة بشكل صحيح، وأضاف: رسالتنا للاتحاد الإفريقي إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم. باختصار، طالب البرهان التكتل بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه. نعود للوراء قليلا. في عام 2021 الاتحاد الإفريقي أصلا علق عضوية السودان بعد مقاد البرهان ودقلو خطوات أبعدت المدنيين عن المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019. طيب، شو موقف إيجاد؟ إيجاد انتقدها البرهان محذرا من أنه إذا انحرفت عن مسارها فنحن بصفتنا سودانيين قادرون على حل مشكلاتنا دون الحاجة إلى أحد. وهذه رسائل شديدة اللهجة تعتبر في ظل الحرب المتواصلة في السودان.
الهيئة قادت محاولة لحل النزاع عبر لجنة رباعية برئاسة كينيا تضم جيبوتي، إثيوبيا، جنوب السودان، إلا أن الخرطوم تمسكت بتنحية كينيا اللي بتتهمها بتأييد قوات الدعم السريع، وطالبت الحكومة السودانية بإعادة جنوب السودان إلى رئاسة اللجنة التي كانت ثلاثية قبل ضم إثيوبيا إليها في يونيو الماضي. إذن تطورات على صعيد التصريحات وعلى صعيد المواقف الميدانية في البلاد. هذه التطورات تدفعنا للتساؤل عن مآلات هذا التصعيد الخطير ميدانيا ومقتل وإصابة هذا العدد الكبير من السودانيين، وأيضا المسؤول عن قتلهم، ودلالة تصريحات البرهان حول الاتحاد الإفريقي والإيجاد، وأيضا تواصل الجولات الخارجية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان. انتظروا التعليق والإجابة والتفاعل عبر صفحتي الشخصية ضمن التعليقات. إلى اللقاء.